لك مور كابز. ها؟ مور كابز من دكتور وحيد. جزاه الله خير. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اسلام اسلام كرسي لا سمحت الله كرسي 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 يا كرسي يا بيس استووا صفوفكم وتراص الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه
أنزلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترى انسى ليش هسه؟ لا ما مقدر. يا برادر ترانسليت باك ان شاء الله ترانسليت باك برادر احمد البنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وبلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا أجمعين. اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. أما بعد، الحقيقة عندي ثلاث نقاط في هذه الليلة، ثلاث نقاط، لأن هذه آخر ليلة في التراويح. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. بكرة إن شاء الله ليلة العيد ما فيش تراويح، ونلقاكم على خير إن شاء الله. كل سنة وانتم طيب، العيد يوم الخميس إن شاء الله. كده كويس 29 يوم الحمد لله. فهذه آخر ليلة في القيام، عندي فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى شكر وتقدير واحترام وإجلال للأخ الفاضل أخونا بلال، حقيقة والله زادني حبا له وتقديرا له على ما بدر من أسبوع. الأخ يعني حاول جاهدا أن يقبل رأسي لكن لم يستطيع، أنا أطول منه طبعا فهو لم يستطع، لكن أنا قبلت رأسه فجزاه الله خيرا، وربنا ما يدخل بنا الشيطان أبدا يا رب العالمين، وألا يجعل
للشيطان سبيل على قلوبنا ولا على أنفسنا. أخونا علمنا درس النهاردة في العفو والصفح والإخوة والتسامح، احنا في بيت ربنا وفي ليلة نحسبها ليلة القدر إن شاء الله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا أخونا بلال، جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك وبارك فيك يا رب وما يدخل بنا الشيطان إن شاء الله رب العالمين. الرسالة الثانية في آخر ليلة من ليالي الشهر الكريم، ليلة فردية قد تكون هي ليلة القدر، أتوجه بالتقدير لكل الإخوة والأخوات الذين عمروا هذا المسجد حقيقة من أول يوم إلى آخر يوم، ومن أول ليلة إلى آخر ليلة. بيت الله عامر، عامر بكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح لهم فيها بالغدو والآصال رجال. وعلى فكرة رجال دي مش معناها ذكور، لا، رجال يعني هذه صفة، النساء والرجال يشتركون في هذه الصفة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، كنتم جميعا منهم بفضل الله سبحانه وتعالى. نشهد لكم أمام الله سبحانه وتعالى، نشهد لكم أنكم عمرتم بيت الله سبحانه وتعالى، ما بخلتم بوقت، ما بخلتم بجهد، ما بخلتم بمال، نشهد بهذا، ما بخلتم بشيء. هذه حقيقة أشهد لكم بها أمام الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن كنت قد قصرت في شيء في هذا الشهر الطويل فأستميحكم عذرا، معذرة، قد نكون قصرنا في تلاوة، في كلمة، أخطأنا في شيء، تجاوزنا في شيء، لم نقم معكم برمضان حق القيام، فنلتمس منكم عذرا، ولعل الله سبحانه وتعالى يجبر هذا الكسر ويعوض هذا التقصير في يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. وندعو البعض بظهر الغيب إن شاء الله. في هذه الليلة يا إخوة، آخر ليلة من ليالي رمضان، نجتهد فيها، آخر فرصة بقى، خلاص سويعات، خلاص يعني فضل على الفجر 4 ساعات 5 ساعات وينتهي آخر ليلة من ليالي رمضان إن شاء الله رب العالمين. لأنه بكرة إن شاء الله يوم الأربع بارتفاع أذان المغرب انتهى رمضان، خلص رمضان، خلص. سوق فض، ربح من ربح وخسر من خسر، بقي لنا هذه الليلة ليلة فردية نتعلق فيها بالله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله ونضرع إلى الله، نكد ونكدح في آخر الليلة. مش لازم ننام الليلة دي، قراءة وتلاوة وذكر وتسبيح واستغفار، نتضرع لعلها تكون النجاة، لعل يكون نجاتنا في آخر لحظة من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك اللي كان النبي يجتهد فيه والصحابة بيجتهدوا فيه لحد آخر لحظة، لا تدري متى يكون القبول. يمكن كل اللي فات في الشهر ده كانوا يعني أوتسايد، وتلاقي الليلة دي هي اللي فيها القبول، تعرفش. سيدنا عبد الله بن عمر يقول: لو علمت أن ربي تقبل مني سجدة واحدة لكفت، سجدة واحدة بس لكفت. قالوا: كيف؟ قال: إن الله يقول: إنما يتقبل الله من مين؟ من المتقين. فلو ربنا قبل مني سجدة يبقى هذه التقوى. يعني يا إخوة، قد تكون النجاة في آخر ليلة، قد تكون النجاة في آخر يوم، في آخر ليلة نكد ونقدح لعلها يكون فيها القبول من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الرسالة الثالثة أني ادخرت لكم جائزة لا أجد ما أقدمه جائزة لإخواني جميعا الذين صحبونا في هذا الشهر الكريم وشرفت بهم في شهر رمضان قراءة واستماعا وأدبا وتقديرا، تعلمنا منكم الكثير في البذل والتضحية وصلاة التهجد، الرجال والنساء. قلت لأجد لهم أن لا أجد هدية إلا أن أختم لكم رمضان كما علمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي عرفنا إن كل ليلة من رمضان قبل الفطار في كم واحد بيعتقوا من النار؟ حد فاكر؟ كم؟ في 70، في 90، حد يزود؟ ها؟ كل واحد يقول رقم، ها؟ 70 90، أوكشن، ها؟ مليون؟ مليون في بعد مليون؟ مظبوط كده، هو في أكتر طبعا، لكن حديث النبي قال عند الفطر كل ليلة من رمضان
ألف ألف عتيق من النار. كل ليلة كام؟ ألف ألف يعني مليون. بس عشان أمانة النقل، لو أنا قلت قال رسول الله مليون عتيق نبقى أنا كاذب على رسول الله، صح؟ النبي قال إيه؟ ألف ألف، يبقى نقول ألف ألف. تقول مليون تبقى كذاب. الحديث كده اسمها أمانة النقل، ما تألفش الحديث، هو كده. يبقى عشان كده قالوا التصدر لهذا المكان صعب. تنقل بتتكلم عن مين؟ مكان مين بتتكلم؟ مكان حضرة النبي ومكان ربنا سبحانه وتعالى. فما تقولش خلاص كده أي آية وأي حديث، لا 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 لا، خلي بالك الموضوع صعب جدا. المهم كل ليلة مليون عتيق، يبقى في آخر ليلة كم واحد كده؟ 30 مليون، مش كده؟ طيب يقول صلى الله عليه وسلم فإذا كان آخر ليلة أعتق الله فيها بمقدار ما أعتق طوال الشهر كله، يعني يوم 30 ربنا يجيب كمان 30 مليون، يبقى كده عندنا 60 مليون. فضل الله كثير. أنا خايف يكون واحد فينا مش في 60 مليون، وإن كان ده صعب يعني لازم يكون عندنا أمل. وأنا على ثقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله كتبنا جميعا من العتقاء. قولوا أمين. وده بيذكرني بموقف قبل أن أعطيكم الجائزة، قبل الجائزة موقف لواحد اسمه عبد الله بن الموفق. ابن الموفق ده وقف على عرفات وعمل يعني ريفيو سريع كده، عمل كم حجة، وجد نفسه حج 29 مرة، 29 مرة الحج، والمرة دي كانت 30. فنظر للحجيج كده لقوم كتير وبيدعو، فقال يعني أنا حجيت 29 مرة الحمد لله كده تمام، يا رب هذه الحجة ليست لي، مش لي، أنا وهبتها لمن لم تقبل منه حجه من هؤلاء البشر. سلام على الكرم، رجل كريم اهو. الحجة دي لو في واحد من الناس دول انت ما قبلتش منه الحج، خد بتاعتي وديها يمين لهذا الرجل. ثم ذهب يرمي الجمرات، فلما كان بالليل سمع من يقول في أذنه، سمع صوت يقول له ايه يا ابن الموفق، اسمه هو كده ابن الموفق، أتجود على خالق الكرم والجود؟ يا ابن الموفق أتتكرم على خالق الجود والكرم؟ يا ابن الموفق لقد غفرت لكل من وقف بعرفات وأهليهم وزويهم ولمن دعوا لهم إلى يوم القيامة. هو أنت أقرب مني؟ أنت اللي حتجود على حبيبي؟ خايف ما نغفرلهمش؟ لا، ده أنا غفرت لهم والعيالهم واللي دعوا لهم ليوم القيامة. الله على الكرم والجود. أنا حبيت النهاردة وتعلمت درس من ابن الموفق، لكن حبيت النهاردة نختم رمضان معاكم بحديث تاني لابن عبد الله خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحديث ده بقى ده بيجيب من الآخر، عارفين اللي بيجيب من الآخر؟ أهو ده، عشان لو فاضل أي ذنب في رمضان لسه ما راحش، عاوزين نروح للادي إن شاء الله. إيه رأيكم؟ مش عاوز واحد يطلع من المسجد النهاردة إخوة، صدقوني والله يشهد الله على صدقي في الكلمة دي، لا أريد أن يخرج واحدا منا وعليه مثقال ذرة من ذنب. مش عاوز حد يطلع من ذنب النهاردة، لا أنا ولا أنت. هو ده الفوز العظيم. لو طلعنا النهاردة بدون ذنوب يبقى فعلا عندنا بعد بكرة عيد. العيد الحقيقي اللي قال عنه سيدنا علي بن أبي طالب، قال اليوم عيد من قبل بالأمس إيه؟ صيامه وقيامه وغفر ذنبه. هو ده اللي يعيد. أنا عاوزك الليلة دي تحس فعلا انت مروح كده تقول الله يفتح على الشيخ ده، والله احنا انا مستريح نفسي، انا عاوزين النهارده بقى تطلع كده ان شاء الله. الحديث اللي احنا عاوزينه النهارده اسمه صلاه التسبيح او صلاه التسابيح، الاثنين بيمشوا. وصلاه التسبيح دي يا اخوه فضلها عند الله عظيم. انا ما حبيتش اصلي لوحدي، حبيت نشرك اخواني كلهم فيها من باب المشاركه في الاجر والثواب. وحنقرأ بالراحة الحديث عشان أخونا يستطيع الترجمة والكل يستفيد إن شاء الله. هتجد بعض المعاني متقربة أخ أحمد في الترجمة،
الحديث عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لمين؟ للعباس عمه. قال يا عماه، النبي بيدي هدية لعمه، هي دي الهدية بقى، الهدية اللي بديها لكم النهاردة هي الهدية اللي النبي ادها لمين؟ لعمه العباس. قال يا عماه ألا أعطيك، ألا أمنحك، نفس المعنى، ألا أحبوك يعني نزود لك الخير، ألا أفعل بك عشر خصال، عشر حاجات، عشر حاجات إذا أنت فعلت الحاجة دي غفر الله لك ذنبك. شوف خد بالك الحديث، لو أنت تعمل الحاجة دي يا عمي غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وإيه؟ وعلانيته. عشر. بقول له يا عمي حندي لك وصفة بسيطة جدا تغفر لك عشر حاجات، ذنبك بكل أشكاله، أوله آخره قديمه حديثه خطأه عمده صغيره كبيره. عارف يعني كبيره؟ يعني كبيره يعني الكبائر، يعني الكبائر يعني المصايب، المصايب اللي احنا عملناها من ساعة ما جينا أمريكا، المصايب اللي احنا هببناها وعملناها دي لو خلصت النية إن شاء الله، إن شاء الله ربنا يغفرها للادي. اللي زعلان بقول ده احنا ما عملنا، ما اعمل بقى للادي بقى. عندك ما عندكش ثقة في ربك انه بيغفر، ولا مستكتر ذنبك؟ ذنبك اكبر ولا الله؟ ذنبك اكبر ولا الله؟ الله اكبر. خلاص اسمه الاكبر، ما اسموش الكبير، اسمه الاكبر فيغفر. وسره علانيته، عشر حاجات. طيب قال له يا عمي تصلي دي بقى، هنشرح صلاة التسبيح اللي احنا هنصليها ان شاء الله قبل الوتر بعد اربع ركعات مع اخونا مصطفى، نصلي التسبيح. قال يا عمي تصلي اربع ركعات زي صلاة العشاء، تقرأ الفاتحة وسورة، تقرأ الفاتحة وسورة عادي زي ما بنقرأ آيتين كده، وبعدها تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة. اللي أنا قلتهم دول مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دول كلهم إيه؟ واحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 2. تقولهم كم مرة دول؟ 15 times 15 مرة وانت واقف بعد الصورة، وبعدين تركع، ولما تركع تقولهم نفس القصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 10 مرات. اللي جاي كله عشرات، 10 مرات وانت راكع ترفع سمع الله لمن حمده، تقول نفس القصة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، تسجد تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، تجلس تقولها 10 مرات، تسجد تقولها 10 مرات. السجدة الثانية خد بالك، خد بالك، ترفع من السجود الثاني لا تقف، ترفع من السجود الثاني وتعمل ايه؟ تبقى تحت، ستي زي ما انت تحت، تفضل قاعد وتقول هو كمان مرة ايه؟ 10 مرات. معايا؟ يعني بعد السجود الثاني ما تقفش، تفضل جالس وتقولها 10 مرات. كده كم مرة؟ نعده من الأول بقى كده، 15 وانت واقف صح؟ وعشرة وانت راكع كام؟ 25. وعشرة وانت رافع من الركوع 35. وعشرة وانت ساجد 45. وعشرة وانت جالس 55. وعشرة في السجدة الثانية 65. ولما تجلس من السجود تفضل جالس وكمان 10 كام؟ يبقى الركعة فيها كم تسبيحة؟ 75 تسبيحة 75 في الركعة. وبعدين تقف بعد ما تخلص بقى تحت، تقف تاني تقرأ الفاتحة وكمان سورة
وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة؟ 15. يبقى كله عشرات ما عدا بعد الصورة وانت واقف كام؟ 15. تمام كده؟ 15 وانت واقف، 10 وانت راكع، 10 لما ترفع، 10 لما تسجد، 10 بين السجدتين، 10 لما تجلس تسجد، ثم 10 ثانية والتشهد الأوسط كده كمان 75. كم تسبيحة؟ 150. وبعدين الركعة الثالثة كمان 75، والركعة الرابعة كمان 75. يبقى كده كم تسبيحة؟ 300 تسبيحة، 300 تسبيحة. يبقى صلاة التسبيح أو صلاة التسبيح في كل ركعة 75 تسبيحة. إجمالي التسبيح في الصلاة كلها 300 تسبيحة. واحد حيقول طب احنا هنعدهم ازاي؟ ده الدنيا هتتلخبط. لا انا هنسهل لك الموضوع خالص، هنعملها صلاة جماعة. وعشان الإخوة اللي ممكن يعني يكون صعب يعني مش حافظ التسبيح، انا هنقول واحنا نردد بس بصوت منخفض، يعني في الصلاة ما يبقاش صوتنا عالي عشان ما نشوهش على بعض، تردد بصوت منخفض. انا هنقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والناس تردد لكن بصوت ما يبقاش عامل ضجة، لان احنا عاوزين الصلاة فيها سكينة فيها اطمئنان. فانا هنقول لك نذكرك عشان اللي مش عارف او الاكسن عنده او يبقى انا بنسهل لك الموضوع. نعد 15 واحنا واقفين والباقي كله عشرات. لو احنا عملنا الكلام ده يا اخوه غفر الله لنا ان شاء الله، يعني احنا في رمضان واحنا صايمين وفي ليله وتريه ان شاء الله تكون ليله القدر، ونصلي كمان صلاه التسبيح وفي عتقاء من النار واخر ليله من رمضان، ايه الفضل العظيم ده؟ ايه الخير الكبير من عند ربنا سبحانه وتعالى ده؟ ان شاء الله فعلا الليله دي هو سيل فعلا في أوكازيون الليلة دي إن شاء الله. من لم يغفر له في هذه الليلة فمتى يغفر له؟ وأنا على يقين على يقين إن ربنا حقيقي كريم، هو اللي قال لنا دول سعداء لا يشقى بهم جليسهم. اللي يجلس مع الناس السعداء دول عمره ما يكون شقي حتى لو كان هو شقيا. فإن شاء الله تكون الليلة ديت إيه؟ ليلة مباركة علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله رب العالمين. يبقى صلاة التسبيح هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها في كل ركعة 75 تسبيحة، وفي الأربع ركعات 300 تسبيحة. إن شاء الله بعد أربع ركعات من التراويح هنصليها، ثم صلاة الوتر ودعاء برضو ختم القرآن. الإخوة بعض الناس يعني كانوا زعلانين مننا ليلة 27 لم ندعو في صلاة التراويح، فالنهاردة إن شاء الله نعوض لكم، تاخدوا الدعاء النهاردة مكان 27 و29 إن شاء الله رب العالمين. بس نسأل الله القبول لنا ولكم إن شاء الله. سؤال اليوم يا أخو أبو عمر. نعم. غفر الله لك ذنبك كله صغيره وكبيره. اللهم صل على سيدنا محمد. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. Thursday we'll do عيد صلاه here at 8:30 and we only have one salat. صلاه ان شاء الله on Thursday 8:30 we only do one salat إن شاء الله. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وجزاكم الله كل خير. For tonight question, who wants to participate? لازم تقف يا باشا. We just like to thank the sister who just donated this ring just now. La yajziha al-khair inshallah rab. Do you want to do auction afterwards? Will enta bdak takhdo ya sheikh? Okay inshallah, tonight a question. How many rak'ah we do for salat tasabih inshallah? Now, just one more question. The one who participated before and got a prize, please sit down. Naam? No, you did. I know you did.
The one who did got a prize before, please sit down. والدنيا رمضان إن شاء الله. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. All of you إن شاء الله come forward. Now I just want you to know we don't have prizes for all of you. Just came up. I only had 6. We only have 1, 2. Okay. Now I'm gonna ask everyone a question. If you answer it, you will get a prize. Now how many rak'ah? Arba'a? Okay, inshallah. Over here, I'm. How many tasbih in each rak'ah? 2. Okay, I'll give you another question. How many tasbih in each rak'ah? 75. 75. Over here, I'm. How many rak'ah we do for salat tasbih? 2. Okay, I'll give you another question. How many rak'ah we do for salat tasbih? 4. Good. How many tasbih we do in everyone? In every rak'ah, how many tasbih we do? Who knows? 4. You did 75, yes, right. If we do 75 in each rak'ah, and there are 4 rak'ahs, how many tasbih all together, all 4? 75. How many all together? 300, right. Okay. How many tasbih we do in every rak'ah? 4. How many tasbih in every rak'ah? 75, yes. How many tasbih we do in every rak'ah? 75, yes. How many rak'ah we do? 4, yes. If we do 4 rak'ahs, in every tasbih we do 75. How many altogether? 200. 300, yes. Ammo, yes, you're right. No, you did. Okay, how many tasbih in every rak'ah? 25, 6. No, I told you did before, you insist. How many rak'ahs altogether? 4, yes. No, come. You don't want a prize? Okay. What is the name of the rak'ahs I'm asking about? 4. No, the name. What do we call them? Rak'at what? Salat what? Salat al-tasbih, yes. Okay, what's your name? Omar, who did you come with? My dad. How many rak'ahs, Omar? 4? Yes, 4. Okay. What are we talking about, Yam? Salat al-tasbih, yes. Make sure you go to the office. Brother Wael Rashid, you tell him. We did very... Okay. Who do you love? Egypt. Yes. Okay. All of you, you go to Brother Wael right here. Give him your name, and inshallah, if you come in on Friday's prayer, all of you get a prize, inshallah. You make sure you come in on Friday prayers. If you don't, you lose it. Okay. Have fun, ya Wael. كل عام وانتم بخير يا جماعه وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم.
so. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله إخوة لحظة بس لحظة. One second please. صلاة التسبيح ثور ركعة إن شاء الله إفري ركعة 75 تسبيحة إن شاء الله أفتر الفاتحة عن سورة 15 تسبيحة الركوع إن شاء الله 10 عن أفتر ركوع 10 عن سجود 10 عن فيو سيت داون 10 عن سجود 10 like this إن شاء الله أنا بس هعمل بروفة إحنا هنسبح إن شاء الله together لكن يعني نلاود إن شاء الله
أنا لما حنبدأ تسبيح حنقول بصوت عالي شوية سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Everybody said together, together إن شاء الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ها make a test. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. This is good إن شاء الله. نعم عزة الله سلم حبيب. فهيبقى يعني be quiet. ماشي أبو إبراهيم؟ أبو إبراهيم قال انا عاوز الصوت ما يبقاش عالي جامد بس يعني كل ما هاد انا بنعلي عشان هم يسمعوني وكل واحد يقول في سره يعني مش عارف ليش. جزاكم الله خير. نذكر الاخوه بس نذكرهم بعد السجود الثاني ما بنقفش على طول بنفضل جالسين. هاي يا اخوه everybody you understand any question before الصلاه ها yes ان شاء الله. Any question? أخواتنا معانا إن شاء الله بعد السجود الثاني لا نقف إلى القيام بنجلس حتى نقول إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. في تحيات إن شاء الله التشهد إن شاء الله التسبيح أفتر التشهد إن شاء الله إن شاء الله التسبيح أفتر التشهد إن شاء الله فور ركعة أفتر تو ركعة تشهد إن شاء الله نو تسليم وان تسليم زين إن شاء الله يا صورة إن شاء الله يا إن شاء الله استووا استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سمع الله لمن حمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. تحيات لله الصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سمع الله لمن حمده. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم أيها النبي السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد بارك تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الوتر إن شاء الله استقيموا يرحمكم الله استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم صل على نبينا في الأولين وفي الآخرين وفي عليين وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وارض عنا في من رضيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، ودبر لنا ولا تدبر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واعتكافنا وتسبيحنا وتسبيحنا. اللهم تقبل منا صلاة التسابيح يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاة التسبيح يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا بها ذنبنا، اللهم اغفر بها ذنوبنا، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، عمدها وخطأها، عمدها وخطأها، صغيرها وكبيرها، قديمها وحديثها، وجميع الذنوب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك في آخر ليلة من رمضان أن تعتق رقاب الحاضرين من النار. اللهم ندعوك في آخر ليلة من الشهر الكريم أن تعتق رقاب الحاضرين من النار. اللهم ندعوك في آخر ليلة من شهرنا الكريم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق آباءنا من النار، وأعتق أمهاتنا من النار، وأعتق زوجاتنا من النار، وأعتق أولادنا وبناتنا من النار، وأعتق أنفسنا وجميع أهلينا من النار. اللهم وحرم جميع أمة حبيبك محمد على النار، واكتبنا جميعا من أهل الجنة الأبرار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قو ضعفنا، اللهم تول أمرنا، اللهم قو ضعفنا، ضعفاء نحن فقونا، ضعفاء نحن فقونا، فقراء نحن فأغننا، فقراء نحن فأغننا، أذلاء نحن فأعزنا، أذلاء نحن
نحن فأعزنا، مهزومون نحن فانصرنا، مهزومون نحن فانصرنا، مظلومون نحن فارفع الظلم عنا، مظلومون نحن فارفع الظلم عنا، محاصرون ففك حصارنا، محاصرون ففك حصارنا، مشردون فاجمع شملنا، مشردون فاجمع شملنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ثوابها وبرها وعتقها وأجرها وثوابها وعتقها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا الليلة مرحوما، واجعل افتراقنا بعد صلاة الوتر معصوما، ولا تجعل فينا واحدا شقيا ولا محروما. اللهم نقسم عليك لا تجعل فينا واحدا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا طريدا من رحمتك الليلة يا رب العالمين. وهب المسيئين منا للمحسنين، وتجاوز عن عبادك المقصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأيد بفضلك كلمتي الحق والدين، وأذن لشرعك أن يقود ولقرآنك أن يسود. اللهم إنا نسألك أن تحفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراض المسلمين، اللهم اجعل هذا العيد عيد خير على المسلمين في كل مكان، احفظ فيه دماءهم واستر فيه أعراضهم واجمع فيه كلمتهم، وألف في العيد بين قلوبهم، وألف في العيد بين قلوبهم. اللهم اجمعنا على كلمة سواء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك في آخر ليلة من رمضان أن ترحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم أسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم بدلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود، اللهم أنقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر اللهم لنا ولهم. اللهم أفرغ السكينة والصبر على من كان عنده مصابا من المسلمين. اللهم اربط على قلوب الثكالى والحزانى والمساكين، واجعل هذا العيد عيد خير علينا وعليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حياة السعداء وموت الشهداء ومنازل الأتقياء ومجاورة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان العام القادم، اللهم بلغنا رمضان العام القادم،
ولا تجعل هذا العام آخر عهدنا برمضان ولا آخر عهدنا بالصيام. اللهم لا تجعل رمضان هذا آخر عهدنا بالصيام، وبلغنا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة وأزمنة عديدة وأعواما مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نقسم عليك لا ينتهي رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم نقسم عليك بحق كرمك ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تكتب جميع الحاضرين الليلة من عتقائك من النار ومن المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا منكم يا إخوة، ربنا يتقبل منا منكم رمضان إن شاء الله. أذكر الإخوة، أذكرهم أننا لا ننقطع بعد رمضان، فنحن متواصلون. عندنا في المسجد درس يوم السبت ودرس يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب. أرجو أن احنا والله بتوحشونا، صدقونا يعني بتوحشونا صحيح. الناس اللي بنشوفها من رمضان لرمضان، أرجو يعني بليز إن احنا نتواصل. عندنا درس يوم السبت عقب صلاة المغرب، وعندنا